سمك بلطي فيليه بروش عليهم خل التفاح، بعد كده بهارات بسيطة ملح وفلفل أسود وكزبر وكمون وكركم، وكمان بخط نص ملعقة صغيرة من السماق وكمان ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. بغلفهم كده بالدقيق وبحمرهم لحد ما يكون لون ذهبي، بطلعه من الزيت. بعد كده بخط ثلاثة بصلات كبار أنا بشراهم، وبضيف معاهم كمان ملعقة كبيرة من الثوم المطحون وملعقة صغيرة من الجنزبيل. وبعد كده أنا لما يحمر كده كويس لونه ذهبي فاتح، أنا بضيف نص كوباية بتاعة برغل، ممكن تعملوا الرز، أنا بفضل البرغل، وبحمرهم مع بعض. وبعد كده أنا بضيف ملعقة كبيرة من الصلصة وعلبة بتاعة يعني الطماطم وثلاثة كوبايات موية. وبعد كده بضيف السمك تاني بعد ما بكون خلاص البرغل قرب يستوي.